بشكل دائم، يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. بداية أحداث اللقاء، كرة طويلة للأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ كرة تعود إلى منتصف الملعب، يبحث عن المهاجم، فرصة هجوم معاكس، يتدخل بنجاح يحصل على الكرة، يسدد الكرة مرة أخرى. حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى كاتشونغا. كرة طولية في المساحة الخالية، تسديدة رائع جدا في التحكم، في الركض بالكرة، في لمس الكرة، وأيضا في تمريرها. رمية جانبية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. كاتشونغا، يلعب كرة بينية، لمسة في المساحة الخالية، يقطع الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ محاولة من جهة اليسار، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، يلعبوها للأمام. تحكم مذهل بالكرة، يرسلها إلى منطقة الجزاء، يتواصل اللاعب برمية التماس. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يا سلام على الطاير إلى خارج المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات.
قوي وينجح في استعادتها. لديه فرصة ليلعب كرة، يحاول لعب الكرة بالرأس في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. تمريرة جميلة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طولية إلى الأمام، بهذه الوضعية الآن بعد انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع. نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. كرة طويلة إلى، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يحصل عليها ميزة، كاتشونغا، كرة إلى الأمام، يستعيدها ميزا، أفقد الخصم التركيز التوازن، كرة طولية من الحارس، ينطلق إلى الأمام بسرعة، دومبيا يلعبها لمنطقة الخطر، سانوني يلعب كرة الجانب الأيمن، مرت الكرة، يلعبها ببراعة بعيدة تماما عن المرمى. واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. عدت الكرة والتسديد، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. Substitution on the field.
تغييرات الآن، محاولة المدربين الاستفادة من الأوراق الرابحة، تحسين وضعيتهم في هذه المباراة. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كاتشونغا يمرر كرة قوية. وصلت إليه، يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. يلعب كرة طويلة، والكرة في المساحة. تغييرات عديدة الآن، تغييرين دفعة واحدة. Substitution on the field. Number 10. Number 93. تلعب الكرة إلى الأمام. Coming on the field. Number 6. Number 11. وترجع الكرة إلى الحارس. يعيدها إلى الحارس. تمريرة بينية، يحاول تمريرها تسديدة من أول لمسة. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. يبحث عن المهاجم، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الله ما أروعك، الكرة في المرمى، الله على روعة الهدف، وأخيرا يأتي الهدف. هدف لا يمكن أن تنوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. متقدمون الآن، ولا ها هي صافرة النهاية. مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين، مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ، كرة عاندتهم في بعض الأوقات. يا إلهي،